عندنا كيلو من دبابيس الفراخ، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، عصير ليمونة، عصير برتقانة، 2 معلقة كبيرة من الصويا صوص، معلقتين كبار عسل أبيض، 2 معلقة كبيرة مستردة، زبدة، جنزبيل باودر، زعتر جاف، بابريكا وملح وفلفل أسود. تتبيلة حلوة قوي قوي، إن شاء الله تعجبكم وتنبسطوا بيها. خلينا نبتدي كده، إيه، نحط التتبيلة على النار علشان كلها هنعملها على السخن كده وهنحطها على طول في الفرن تستوي. عايزين على البارد مفيش اي مشكلة، برضه ممكن نعمل كده. عايزين نبدل الزبدة بالزيت برضه مفيش مشكلة ويبقى على البارد عادي، ولكن الحركة دي ممكن تكون بتطلع الطعم كده وبتخلي الفراخ يعني تلقط التتبيلة بشكل معين، بحب اعملها قوي. الزبدة على النار، بصوا سايباها شوية كده ايه تسيح كويس، وبعدين هنزل عليها بالثوم كده. الثوم ريحته تطلع، هنزل مثلا احنا عندنا ايه، نعناع، ده نعناع ولا زعتر؟ ده زعتر صح؟ روزماري، تقلي زعتر، الاعشاب العطريه اللي هتشتغلي بيها ما عدا النعناع طبعا، ما تحطوش نعناع. وهحط البابريكا على المستردة كده، هنرفع من على النار بعد ما نحط الصويا صوص وبعدين هنزل، لو هتحطي توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، ده كده اخر حاجة. حطي توليفة البهارات اللي انت عايزاها. بصوا خلاص الخلطة كده تمام، نشيلها من على النار. الفرن سخن ومش هنتبلها، احنا هنحط عليها التتبيلة وندخلها الفرن على طول، دي هتخليها كأنها متبلة بقالها شوية حلوين. حركة السخونية دي لذيذة قوي، التتبيلة السخنة. هنزل بقى بالعسل دلوقتي، ما بنزلش بالعسل وهو على النار عشان ما يتحرقش مني، بس ايه مجرد ان انا هعمل كده هيسيح معايا على طول. عندنا بقى شوية ملح، فلفل اسود، ليمون. انا الملح والفلفل مش هنا، هنزل بعصير الليمون. وهجيب سكينة علشان عايزة انغس كده في الوراك. اوكي، نعمل لها ايه، فتحات كده. لو انتوا شايفين معايا دلوقتي اهي كده، احلى حاجة طبعا ان هي بتستوي بسرعة جدا، مش تاخد وقت ان شاء الله، بس نديها كده ايه كام تفتيحة بحيث التتبيلة تدخل والحرارة تدخل بسرعة. عندنا كمان عصير البرتقال هنضيفه دلوقتي، بس التتبيلة ايه تهدى، ننزل عليها بعصير برتقال او اناناس. ادي عصير البرتقال نزلته على التتبيلة، بصوا كده 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 تمام جدا. هننزل بيها بقى دلوقتي على الدبابيس.
طالما حطينا التتبيله السخنه دي لازم تدخل على طول على الفرن حالا ومن غير غطا، ما تغطيش كده على طول من غير غطا. هنقلب بس كل شويه والفرن يبقى سخن قوي، درجه حرارته تبقى عاليه وبقاله شويه متسخن. يلا بينا. هنحطها اقرب لتحت وبعدين نبقى نرفعها فوق. مش هنفتح عليها من فوق ولا الشوايه ولا اي حاجه لحد ما نطمن ان هي دخلت في التسخين. انا اعمل رز حوالي 10 دقايق قبل ما نبتدي الطبخ، فيلا بينا نقول المقادير واقول لكم هنعمل ايه بقى بعد شويه. محتاجين 3 كوب رز بسمتي، محتاجه كمان كوبايه شعريه محمره، بصله مفرومه ناعم، فلفل رومي مكعبات او مبشور، معلقتين من الصلصه، معلقه كبيره من دبس الرمان، زبده او سمنه، زيت، ملح وفلفل اسود، واتنين طماطم مبشوره. الشعريه طبعا المفروض ان هي احنا لسه هنحمرها، بس انا اوريدي محمراها، فانت وانت بتشتغلي عادي جدا بنحط الشعريه بنحمرها وبعدين بنشيلها وبتبتدي انت بقى ايه تكملي بقيه شغلك عادي. يعني هنعمل كده دلوقتي، نحط ايه؟ الزبده، هنحط الزيت. يلا بينا. الحله سخنه، هنزل بالبصل عايزه تحطي فص ثوم تمام، عايزه تضيفي مثلا جزرايه مبشوره للمكونات بتاعه الرز برده تمام، عايزه تضيفي مرقه اوكي. البهارات عندنا ملح وفلفل اسود بس، وبقيه الطعم جاي من شويه دبس الرمان اللي محطوطين، اللي لو ما عندكيش دبس رمان هتستغني عنهم مفيش مشكله. بقيت بقى الطعم والنكهه جايه من الفلفل، جايه بقى من الطماطم، من الصلصه، دبس رمان وملح وفلفل اسود. وزي ما بقولك لو انت حابه تضيفي فص ثوم ولا فصين ثوم مع البصله تمام. هننزل بالفلفل، عايزه تحطي برضو فلفل حامي يبقى حلو قوي. بحب نروح لانواع رز مختلفه علشان تحسوا بتجديد اذا بتزهقوا من الرز الابيض والرز بالشعريه، واحنا عملنا انواع رز كتير قوي يعني. كده الفلفل مع البصل بيتقلب كويس يدبل كده وريحه الفلفل تبان. هنزل بالصلصه، الرز ده لونه احمر يعني لونه محمر، فحطي معلقتين صلصه كويسين. الطماطم عايزاها مكعبات برده مفيش مشكله، لو عايزه الطماطم تبقى مكعبات مش مبشوره، بس انا حبيت ان هي تبقى ناعمه فضربتها في الكب كده. نسخن الصلصه كويس، ننزل بالطماطم، هنديهم بقى دبس الرمان اللي هيدي طعم حلو قوي للرز ومميز يعني. هنحط الملح والفلفل. يلا بينا. وهننزل اول حاجه بالشعريه وبعدين الرز وبعدين الميه المغليه. ادي الشعريه المتحمره وادي الرز. نقلب كده هندي ملح كمان مرة عشان نحط فلفل تاني ولا اي حاجة، وهننزل بالموية المغلية على طول.
فكرة الشعرية مع الرز ده هتخليه تحفة. حطينا المية المغلية والرز منقوع فمش هياخد وقت ان شاء الله على طول. هنسوي الرز زي ما احنا متعودين على نار عالية الاول وبعدين بنهدي النار. عايزة ابص على الفرن، هطلع الفراخ اديها تقليبة قدامكم. عايزاها تتشرب من التتبيلة، بصوا عليها كده ابتدت تدخل في السوى. كل شوية افتحي كده ايه، اديها تقليبة وخليها تاخد من الصوص اللي احنا عاملينه ده بالشكل ده، وما تغطيهاش، مش عايزينها متغطية. ايه؟ مش سامعة والله. يلا بينا ندخلها بقى الفرن ونطلع فاصل عشان تكمل هي تسويتها ان شاء الله تستوي بسرعة. الخلطة على النار حطيناها على دبابيس الفراخ ودخلناها في الفرن، ريحتها تحفة. وكل شوية بفتح اقلب، لو احتاجت منكم وحسيتوا ان التتبيلة ابتدت بسرعة تتحرق، لا ادوها شوية مية صغيرين بس برضو ما تغطيش عليها، يعني اديها كده ربع كوباية مية في ربع كوباية مية لحد ما تستوي وتبقى خلاص دخلت في التسوية ولونها بقى حلو. فاطمني ان انتي درجة الحرارة بتاعت الفرن شغالة معاكي تمام وان التتبيلة ماشية معاكي تمام. قلبي كتير، كل شوية افتحي قلبي واديها شوية مية. الرز على النار واول ما ابتدى يتشرب كده، انا بحب اكمره بفوطة او بفويل، ويستحسن يبقى بفوطة يعني، فوطة نظيفة طبعا علشان تخلي كل التسوية واحدة وتسرع في التسوية. مش قادرة اقول لكم الموضوع ده بيفرق ازاي في تسوية الرز، يعني لو حتى انت الرز لقيتيه انه واحدة واحدة في الاخر، لو حسيتي مثلا ساعات انواع رز ساعات الميه ما بتبقاش مظبوطه من ايدك ايا كان السبب وغاب على النار، اديله بقى ربع كوبايه ميه مغليه وعلي النار سنه وقومي حاطه له فوطه كده واقفلي عليه كويس قوي، وبعدين وطي النار تاني بقى تبتدي الميه دي تتبخر وتسويهولك هواء. ده بالنسبه للرز الاحمر اللي على النار كده مكمور مستنيينه برده ان هو يستوي. لازم تدخل على فرن سخن عشان ما تبكش ميتها وتبوظ. انا عايزاها تحتفظ بانها تبقى جوسي طريه مشويه حلو نكهتها كلها موجوده. بصوا الصوص خطير. مش عايزه بقى انا الصوص ده يتحروق، انا عايزه ان الصوص يفضل معايا مش متحروق ولا حاجه، والفراخ تبقى بتستوي صح كده. انا نفسي تشموا الريحه، تحفه تحفه. هنديها شوية مية مش كتير كده في الأركان وندخلها الفرن تكمل سوا وتكمل شوي. بعد الربع ساعة الأولانية حطيت لها مية وطلعتها فوق. انتوا فاكرين احنا حطيناها في الأول تحت تلقط كده الحرارة وتاخد شوك لذيذة، وبعدين نقوم مطلعينها فوق بقى عشان ما تبقاش درجة الحرارة عالية عليها قوي. الفراخ بتوصل لمرحلة من مراحل الكهرمان. عارفين مراحل الكهرمان؟ خطيرة. هنقلب، عايزينها تفضل طرية بتتشرب فعشان كده بنقلبها، مش عايزينها تفضل ناشفة كده بالشكل ده. ناخد من الايه اللي بيتحرق ده نلحقه، الناحية دي والناحية دي. التقليب المستمر، الفراخ اصلا كده خلاص استوت سوبر واو. هنديها شوية مية صغنطتين برضو كده في الاركان كده، ونسيبها تاخد اخر وش الرز. روايح
الروايح. تعالوا نبص بقى كده على التقليب. الرز ده رز بالشعرية، فبصوا عامل ازاي. عايز اقلب بس بالراحة، نجيب حاجة نقلب بيها غير دي، ريحته تحفة. انا هسيبه هفتح عليه وبعدين ايه نغرفه بقى ويبقى كله تمام الحمد لله. فظيع، بصوا الشعرية والرزاية عاملة ازاي، تحفة. ده رز بالشعرية احمر كده تمام. انا عايزة بقى اشيل الفوطة خلاص كده، وهنشيله كمان من على النار، نخليه كده على جنب وبعدين نغرفه. نحطها هنا ونغرف كله مع بعضه. زي ما بقول لكم الرز تحفة، بصوا ريحته خطيرة. ريحته شبه الصيادية شوية، بس هو مش صيادية يعني، بس في من ريحة الصيادية والشعرية. هي طبعا مش باينة ان في شعرية، تحسوا انه ايه كله رز مفلفل ومش باين خالص ان في شعرية، بس تحفة. نجهز بقى الفراخ عشان هنحطها فوقيه، فيبقى ايه وجبة لذيذة وحلوة وطعمها حلو، وفي نفس الوقت تغيير جنب الفراخ المشوية نوع الرز ده، بجد تغيير. عامل شوية قعر حلوين لو بتحبوا قعر الرز، عامل شوية، بصوا عامل قعر حلو قوي. في ناس بتحب شوية الرز اللي هم في القعر الحلة دول، بيبقوا مقرمشين كده. انتي كده اللي حاسس ان الرز محتاج شوية مكسرات، شوية زبيب، تمام. انا مش حاسة كده الحقيقة خالص، لا 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 مش عايزة شكرا. ثانية، انا اهم حاجة ان انتوا يطلع معاكم الرز كده مفلفل بالشعرية كده، عشان تحسوا اللي انا حاساه دلوقتي. ليه؟ عشان بلاها. لا لا عايزه اسويه، فمش عارفه اسويه ازاي، وهي الشوكه اللي المفروض نتعامل بيها مع الرز اصلا، مش المعالق ولا حاجه، عشان تفضل مخليه ايه مفلفل كده كده كده. يلا بينا ننزل بالفراخ كده. انا عماله اغمسها في الصوص اللي بالزبده ده علشان تبقى واخده من الطعم، وممكن نرش من الصوص برضو على الرز، هيبقى لذيذ قوي. نعم
اه طبعا حاضر. ايش يا فندم من عناي؟ بس اي حاجة خضرة كده، مش عايزة احط على الفراخ والله، عايزاها تفضل بألوانها الطبيعية. شوية من الصوص ده يلمع كده الفراخ، بس كده 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 كده.